السلام عليكم. ماذا بعد توقيع سوريا بروتوكول بعثة المراقبين العربية بما يتلائم وسيادتها؟ هل وافقت على التوقيع بعد إدخال التعديلات التي طلبتها بحسب وزير الخارجية وليد المعلم؟ هل دمشق على أبواب مرحلة جديدة؟ وكيف سيكون التعاون بين البعثة والحكومة السورية؟ هل قطع الطريق على تلويح اللجنة الوزارية العربية بنقل الأزمة لمجلس الأمن لتمويل أو لتدويل العقوبات؟ ماذا عن الدور الرئيسي أو الروسي في إقناع القيادة الروسية بالتوقيع؟ وماذا حقق مبعوثا الحكومة العراقية؟ سوريا وتوقيع البروتوكول موضوع مع الحدث، حيث نستضيف من دمشق أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله، نرحب به. ومن باريس عضو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا الدكتور هيثم مناع، أيضا مع الترحيب على أن ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة مساعد وزير الخارجية المصرية السابق إيهاب وهبي. قبل البدء بالحوار أتوقف سريعا عند المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية وليد المعلم وأبرز ما جاء فيه. لولا إدخال التعديلات ما وقعنا، السيادة أصبحت في صلب البروتوكول، والتنسيق مع الحكومة السورية سيكون عبر لجنة وطنية تشكل بين البعثة العربية والحكومة. توقيع البروتوكول بداية للتعاون بيننا وبين الجامعة العربية، وسنرحب ببعثة المراقبين. قرار توقيع سوريا للبروتوكول قرار وطني محض، لسنا مسؤولين عن إضاعة الوقت، ونحن نسعى للحل بمشاركة الجامعة. ما يجري حول سوريا شيء والبروتوكول شيء آخر. التنسيق بيننا وبين الأمين العام للجامعة سيكون بشكل يومي، مدة البعثة شهر قابلة للتمديد بموافقة الطرفين. تقارير البعثة ستصل للأمين العام للجامعة ووزارة الخارجية في آن واحد. الموقف الروسي واضح، نصحونا بالتوقيع، لبينا النصيحة. الأمين العام للجامعة العربية نبيل عربي: الهدف من توقيع البروتوكول هو توفير الحماية للسوريين. المعارضة وعدت بموافاتنا خلال أيام ببعض الأفكار، سيكون هناك مؤتمر لأطياف المعارضة في مقر الجامعة. لدينا عدد من ممثلي الحكومات وأفراد متخصصين في الشؤون المالية والاقتصادية والقانونية لبحث المسائل المتعلقة بالبعثة. الحكومة العراقية بذلت جهودا للتوصل إلى هذا التوقيع، وكذلك فعلت دول أخرى مثل روسيا. مباشرة إلى دمشق وإلى الدكتور بسام أبو عبد الله. دكتور بسام نحييك في هذه الحلقة. طبعا لعلنا تحدثنا كثيرا اليوم عن وقائع المؤتمر الصحفي للوزير المعلم، لكن يبقى الحدث الآن هو توقيع سوريا البروتوكول. هل حفظت سوريا سيادتها من خلال التعديلات التي أدخلت على البروتوكول والتي تحدث عنها الوزير المعلم؟ تفضل. أولا مساء الخير، أهلا بك لك وللأستاذ هيثم مناع من باريس. طبعا بداية منذ طرح خطة العمل العربية، دعونا نعود قليلا إلى الوراء. سوريا وافقت أساسا على خطة العمل العربية، وعندما تم الحديث عن البروتوكول آنذاك سوريا لم تقل أنها ترفض توقيع البروتوكول، ولكنها قالت، وهذا أمر سيادي سوريا، أنها لن تسمح لأحد بأن يمس السيادة السورية، خاصة وأن البروتوكول في صيغته الأولى كان بروتوكول إذعان كما أسماها السيد وزير الخارجية. وبالتالي فإنه كان لابد من حفظ السيادة السورية وكرامة السوريين، بمعنى أنه حتى في العلاقات الدولية عندما يوقع بروتوكول بين حكومة وحكومة أخرى وبين حكومة منظمة دولية أو منظمة إقليمية، فهذا يعني أنه لا بد من أن يكون بالتراضي وبالاتفاق، وأن ينص على ما يخدم القضية الأساسية التي من أجلها تم الحديث عن موضوع المراقبين. الآن بتقديري أن عمل المراقبين سيتم من خلال الحكومة السورية وبالتنسيق معها. ستحدد المناطق التي سيذهب إليها المراقبون. المطلوب أن يروا حقيقة ما يجري على الأرض، وليس لا نريد أن نصور لهم أشياء غير موجودة على الأرض. هذا يدخل في التفصيل دكتور بسام، هذا يدخل في التفصيل طبعا سنأتي إليها، يعني عمل البعثة العربية، المهمات الموكلة لها، كيف سيتم التنسيق عندما يتحدث الوزير المعلم عن لجنة وطنية تنسق بين الحكومة وبين الجامعة العربية، طبعا هذا التفصيل. لكن فيما يتعلق بموضوع السيادة أعود إليها حتى يعني أنتقل بعدها إلى باريس. عندما يقول الوزير المعلم لولا يعني التعديلات ما وقعنا، هل يريد أن يقول أن سوريا يعني حققت ما تريده من خلال يعني هذا البروتوكول؟
هكذا ما هذا ما قاله السيد وزير الخارجية في الأساس، وبتقديره بأن توقيع البروتوكول كان بناء على أيضا على نصيحة روسية، لأن النوايا لم تكن سليمة، خاصة بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس وزراء قطر، والذي يبدو أنه هو رأس الحربة فيما يتعلق بمحاولة تدويل الأزمة ونقلها إلى مجلس أمن. في كل الأحوال بتقديري نعم، خاصة فيما يخص التنسيق مع الحكومة السورية، وهو المطلب السوري الأساسي، وهو حق سيادي بالتأكيد. سوريا ليست دولة سائبة يمكن لأي إنسان أن يذهب إلى حيث يريد. والحقائق على الأرض أصبحت معروفة، ولذلك المطلوب هو أن تأتي بعثة المراقبين لترى حقيقة العصابات المسلحة، وليس كما يصور الأمر في الخارج على أنه تظاهرات سلمية يقمعها الجيش السوري. سنصل إلى هذه النقطة. على كل حال، الموضوع الروسي أيضا الوزير المعلم تحدث عنها كما قال، يعني نصحونا بالتوقيع فلبينا النصيحة، يعني كأنها دفعة إلى الروس، إلى المشروع الروسي في مجلس الأمن، وسنأتي أيضا على يعني ذكر هذه المسألة في السياق. اسمح لي الآن أتحول إلى باريس إلى الدكتور هيثم مناع. دكتور هيثم، نحييك أولا. يعني قبل أن ندخل، مساء الخير. مساء الخير. قبل أن ندخل معك في يعني التعليق الخاص بمسألة هذا البروتوكول وكيفية العمل وعمل البعثة وماذا حققنا، طبعا لابد من رأيك، وأنت تمثل جهة المعارضة هيئة التنسيق الوطنية، كيف نظرتم إلى هذه الخطوة السورية؟ انتظرناها يعني أكثر من شهر، لكن طبعا سوريا تقول الإبطاء لم يكن من عندها، الإبطاء من الجهة الأخرى. خلال يومين يعني توصل الطرفان إلى التوقيع لهذا البروتوكول بعد إدخال التعديلات. كيف نظرتم إلى الخطوة السورية على مستوى القيادة؟ ثانيا، هل توافقون ما قالته المعارضة في الخارج؟ سمعنا ردة فعل الأولى عندما يتحدثون عن أن ما حصل هو مناورة، هل أنتم أيضا ترونها كذلك؟ تفضل. المهم أن التوقيع قد حدث، وهذا بحد ذاته يعيدنا إلى السكة الضرورية لوقف العنف في سوريا. هذه مسألة ضرورية جدا ومهمة جدا. نتمنى أن لا يكون مجرد بروتوكولات وإجراءات نظرية. نحن اليوم أمام اختبار، هذا الاختبار هو الذي يعطينا الإجابة العملية، وفي الساعات القادمة، لا نحتاج إلى أيام، لأن التوقيع هو جزء من عملية كاملة. هو بكل بساطة العودة إلى المبادرة. المبادرة تعني العودة إلى وقف الحل الأمني، تعني إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، تعني أن يكون هناك تواجد للإعلام الحر في الميدان. هذه المسائل اليوم تطرح على الطاولة مع عودة السلطات السورية إلى المبادرة العربية. ولذلك نحن ننتظر أخبارا تتعلق بمصير المعتقلين السياسيين، تتعلق بوقف الاعتقال السياسي، تتعلق بوقف الحملات الأمنية، وتتعلق بغياب المظاهر العسكرية على الأقل من الأماكن التي لا يوجد فيها سبب. دخلت أيضا في التفصيل دكتور مناع، يعني دخلت في التفصيلات المتعلقة وربما بخطوة ما قبل وصول البعثة العربية إلى سوريا. طبعا علينا أن ننتظر فترة 72 ساعة التي تحدث عنها الأمين العام للجامعة حتى تكتمل يعني تركيبة البعثة وبالتالي المهام الموكولة إليها. لكن أعود إلى السؤال الذي طرحته عليك، يعني كأني أفهم من كلامك أن المهم بأن التوقيع حصل والأمور مرتبطة الآن بماذا بعد التوقيع، لكن على مستوى ردة الفعل هل أنتم يعني تحفظتم على كلام معارضة الخارج وتحديدا على برهان غليون، يعني عندما يتحدث عن مراوغة الذي حصل هناك كلام عن طلب تدخل عسكري عربي بهذا المعنى، هل أنتم يعني تحفظتم على هذه التصريحات وأنتم تنتظرون؟ هذا تقييم شخصي من معارض في المعارضة السورية ضمن هيكل المجلس الوطني السوري. هذا التقييم من حقه تماما أن يقول ما قال، لأنه لدينا تجارب مرة مع السلطات السورية في التواقيع وفي الوعود وفي القرارات التي أصدرتها. نحن اليوم لا نريد لهذه التجارب المرة أن تتكرر. ونطالب السلطات السورية بأن تأخذ على محمل الجد في كل إجراءاتها ومحن منح التطبيق العملي كل ما يتعلق بالمبادرة العربية، لأن هذه المبادرة بالنسبة لنا نحن راهننا عليها من اليوم الأول.
مثل ما قلت دائما ليست أجمل الحلول ولكنها أقل الحلول سوءا. وهي ضرورية اليوم لوقف العنف. طيب. نحن في بلد يموت فيه في كل يوم 30 إلى 50 إنسان، فذول من مواطني هذا الشعب الكريم، حقهم في الحياة حق جيد. أساسي دكتور لا هيثم. يمكن أن نقبل باستمرار النزف. نعم. ولا بد من وقفه بوقف الحل الأمني العسكري. طيب. ووقف كل المظاهر المسلحة. على كل حال ربما كان هناك تمييز، ربما كان هناك تمييز بين موضوع المبادرة التي تحدثت عنها الآن وأنه عودة إلى المبادرة وبين البروتوكول. على كل حال يعني ضيفنا لا يوجد عفوا طيب. من الناحية الإجرائية السلطات السورية أوقفت كل ما يتعلق بالمبادرة العربية بدعوى أنها لم تعد قابلة للتطبيق بحكم تدخل قضية البروتوكولين. الآن بعد الموافقة على البروتوكولين سمي الصيغة ما شئت. طيب. قل بأن هناك سيادة أو لم يكن، مش مشكلتي هاي. أنا مشكلتي الأساسية اليوم عادت المبادرة العربية إلى السكة، يجب الاستجابة للمطالب الأساسية لخطوتها الأولى فورا. على كل حال أنا مسألت المبادرة العربية وربما هنا تحفظ. على كل حال وزير الخارجية تحدث عن هذه النقطة بشكل أو بآخر، سأعطي المجال لضيفنا دكتور بسام أبو عبد الله حتى يجيب على النقاط وسجل ما ذكرته الآن. على كل حال في معرض حديثك عن التجارب المرة ويعني المواقف ربما تكون مواقف نتيجة ما حصل في السابق في العلاقة مع القيادة السورية. اسمح لي أعطي المجال لكن لضيفنا من القاهرة إيهاب وهبي مساعد وزير خارجية مصر الأسبق حتى نسجل ما يتعلق بموقف الجمل العربية. أستاذ إيهاب سلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا بك، أهلا بك في هذه الحلقة. يعني كيف يمكن أن ننظر إلى توقيع سوريا على هذا البروتوكول أستاذ إيهاب من موقعك كدبلوماسي سابق ويعني أنت متابع لشؤون الجمل العربية؟ كيف يمكن أن تكون بداية التعاون مع الجامعة العربية والبعثة يعني المقررة ستكون حاضرة خلال 72 ساعة؟ تمام. تفضل. تمام. الحقيقة أنا 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 سعيد جدا بهذا التطور وأعتبر التطور هام جدا أن نوقع اليوم على البروتوكول لأنه ده فعلا إذان وبدء لتعاون إن شاء الله يكون تعاون مثمر ومخلص بين الجامعة العربية وسوريا. فدي أول حاجة أنا الحقيقة مهتم بيها. الأمر الثاني إني كما نعرف إن البروتوكول ده أحد العناصر في المبادرة العربية. المبادرة العربية شاملة. نعم. موضوعات عدة، يعني أولا وقف كل أعمال العنف، ثانيا سحب كل المظاهر المسلحة، ثالثا توفير حماية للمدنيين، رابعا الإفراج عن المعتقلين، خامسا ان هؤلاء المراقبين واجهزه الاعلام اللي ربما تكون متواجده انها يكون عندها حريه الحركه والتنقل لترى بنفسها وتطلع على حقيقه الاوضاع في مختلف المناطق في الوطن السوري. وبالتوازي مع هذا سيكون هناك اتصالات ولقاءات ومؤتمرات تجمع كل أطياف المعارض السورية. طيب يعني إذا تحدث معك الآن كخبير في موضوع يعني تطبيق هكذا أنواع من البروتوكولات، هل تعتقد سيكون هناك بعض المطبات فيها، بعض الثغرات، بعض العقد في التفاصيل أدخل هنا؟ أنا في تصوري إن إحنا ما دامنا حطينا رجلين على بداية الطريق فلا خوف. نعم. الأمر الثاني المهم شايفه إنه مهم جدا، نحن النهاردة ربما نكون يعني وضعنا وراء ظهرنا موضوع التدوير، لأن هذا التدوير له كل الشرور وآثامه نحن نعلمها جميعا ولاحظنا كيف طبق التدوير. طيب. على يعني سقطت فكرة التدويل والتي كانت ربما اللجنة الوزارية العربية للأمس القريب تتحدث عنها. طبعا تدويل المبادرة العربية يعني كما هي حتى تطبق. لا احنا ما بالمبادرة العربية سيذهب المركبون الى 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 سوريا خلاص ذللت كل العقبات، اذا كانت هناك سبع عقبات في سبيل ممارسة هؤلاء المراقبين لأعمالهم وسيضعوا تصورهم، وعندنا كما ذكرت مختلف العناصر الأخرى التي لابد أن يتم تنفيذها بالتوازي مع كل من هذه العناصر
يتم تنفيذها بتوازي مع العناصر الاخرى. اسمح لي اتحول الى دمشق الى الدكتور بسام ابو عبد الله. دكتور بسام، طبعا استمعت الى ما قاله الدكتور هيثم، ربما هذا ما يعنينا عندما يتحدث يعني معارض عن ان المساله تتعلق بالتجارب السابقه، بالتجارب المره، لدى سؤالنا عن مواقف برهان غليون والذي تحدث عن المراوغه والمناوره. طبعا هو اعتبر الاهم هو ان التوقيع حصل ونحن نريد ان نبني الخطوه التاليه متعلقه بهذا التوقيع، لكن على مستوى المبادره العربيه كانه اراد ان يقول ان الان عدنا الى المبادره، وكان المبادره هي التي تطبق الان مع كل التحفظات التي ابدتها القياده في سوريا عندما اطلقت المبادره. تفضل ملاحظاتك التي دونتها. يعني اولا دعني اقول بدايه، طبعا نحن لا يوجد، ليس مبادره عربيه، هناك خطه العمل العربيه التي تم اقرارها في الدوحه هي ما تتحدث عنها سوريا، هذا اولا، وهذا الامر وافقت عليه سوريا. نعم، وطالبت حتى اثناء الحديث في الدوحه انذاك عندما كان وزير الخارجيه السوري في الدوحه على المبادئ الاربعه التي تضمنتها خطه العمل العربيه. سوريا هي التي طالبت باليه لتنفيذ هذه الخطه انذاك، ومنها ايضا وقف الحملات الاعلاميه التي تشنها محطات إعلامية بعينها. نعم. بمعنى كأغنية الجزيرة والعربية وغيرها، وهذا الأمر أصبح معروفا، والتي ليس فقط إنما تقوم بعملية تحريض وليس بمعنى الإعلام الذي يريد أن يغطي بشكل مهني ودقيق. هذا من جانب. الجانب الآخر، أنا قد لا أتفق مع الأستاذ هيثم فيما قاله برهان غليون، هذا ليس تقييم شخصي، ليس من حق أحد أن يطالب بتدخل عسكري وأن يطالب بدخول الناتو أو أي قوة عسكرية أخرى ضد أبناء بلده وشعبه. هذا بالنسبة لي على الأقل يعتبر بمرتبة الخيانة. أنا لا أعتقد أن هذا رأي شخصي. ليس من حق أحد على الأطلاق أن يطالب بأن يأتي بقوات احتلال لبلاده تحت يافة التدخل العسكري الإنساني أو غير ذلك. هذا الأمر مرفوض، ليس تقييما شخصيا. هذا الأمر على الأقل ليست المرة الأولى التي يعيدها برهان غليون. هو يمثل أصلا هذا الاتجاه المرفوض بالنسبة لكل مواطن سوري، هو يمثل اتجاه واضح أنه يريد استخدام الأجنبي. وهذا الأمر ليس برهان غليون، إنما كل التيار الذي ينضوي تحت ما يسمى بمجلس اسطنبول، ومنهم الأخوان المسلمون أو التيارات التكفيرية التي أيضا لها اتجاه آخر تتحدث فيه عن التدخل. طيب، لكن التدخل، لماذا التشكيك دكتور أبو عبد الله؟ حد أدنى. نعم. نعم. لماذا التشكيك الذي سمعناه الآن من الدكتور هيثم؟ يعني التشكيك بالوعود والقرارات السابقة، وأننا تعودنا وأن حالة مرة بالشكل الذي قدمه. يعني أنا ما أستطيع أن أقوله أولا فيما يتعلق بعدد القتلى اليومي الذي يتحدث عنه الدكتور هيثم. بالتأكيد نحن جميعا لا نريد دم سوري على الأرض، وهؤلاء نعم سوريون، ولكن على الدكتور هيثم أيضا أن ينظر إلى ما تقوم به هذه العصابات المسلحة الموجودة في مدينة حمص أو في إدلب أو في أكثر منطقة سورية. وهؤلاء لم يتحولوا، لم يعودوا متظاهرين سلميين. نحن نتحدث عن أعمال اغتصاب لفتيات، ونحن نتحدث عن أعمال خطف وقتل واستهداف لطيارين واستهداف لأماكن حساسة خطوط الغاز والسكك الحديدية. لم يعودوا هؤلاء في حالة دفاع النفس كما يصورون في الخارج. طيب، نحن نتحدث عن عصابات مسلحة موجودة على الأرض إرهابية. من يمولها؟ لا. علينا أن نقرأ من أين دخل السلاح، كيف دخل المال، من يمول. هناك جزء من عمل وخطة لا جاء دور البعثة على كل حال حتى تسجل كل هذه الملاحظات التي ذكرتها دكتور بسام. لكن أعود إلى مسألة التفصيل، ربما يعني الشيطان كما يقال يكمن في هذه التفاصيل. عندما تصل البعثة إلى سوريا، ويفترض أن يكون هناك لجنة وطنية تضم ممثلين عن الطرفين، الحكومة وعن الجامعة العربية، هل سنكون أمام مشكلة لها علاقة بالتطبيق؟ يعني البعض الآن يتابع ولو من بعد أن المسألة غدا ستتعقد، لأنها سيبدأ الامتحان الأكبر. هل هناك يعني مطبات مسبقة بهذا المعنى؟ لا أعتقد ذلك. يعني طالما أن النوايا سليمة والهدف هو التأكد والذهاب إلى المناطق التي يسمونها الساخنة، أهلا وسهلا. لا يوجد شيء تخفيه سوريا. وهناك نعم عنف قد يكون مورس من هذا الطرف أو ذاك، ولكن العنف تمارسه جماعات مسلحة ضد أبناء مواطنين. ومن واجب الجيش العربي السوري أن يقوم بحفظ أمن واستقرار بلاده. وهذا الأمر لا نتحدث نحن عن ما يسمى بجيش سوري حر أو غيره، هذه عصابات مسلحة علينا أن نعترف بوجودها. ولذلك أنا أتمنى على المراقبين أن يذهبوا إلى هذه المنطقة ويرون بأم أعينهم ما الذي ما هو الواقع بالضبط، وأن يوصفوا هذا الواقع وينقلوا ذلك إلى لجنة وزارية عربية. المرحلة الأخرى وهي مرحلة الحوار التي يجب ألا تعرقله بعض القوى الخارجية، وهي المرحلة الأهم، لأن الحل في سوريا هو سياسي يا سيدي. لا يوجد حل أمني في سوريا، ويجب أن ننتقل إلى مرحلة الحوار ومشاركة المعارضة الوطنية الشريفة في الحوار الوطني. سنصل إلى موضوع الحوار، لكن قبل أن يعني
أنهي مع الأستاذ إيهاب وهبي من القاهرة. سؤال سريع أستاذ إيهاب، الهدف من توقيع البروتوكول بحسب الأمين العام للجامعة هو تأمين الحماية للسوريين، هل تعتقد هذا هو الهدف الأساس أم ربما هناك أهداف؟ إحنا وأعتقد أن هذه هو هي المشكلة التي تواجهنا جميعا. هناك أهمية، مش أهمية، مسألة أساسية أن تحقن الدماء، يتوقف العنف، نبدأ العملية في ظل أن العمليات العنف دي لن تستمر، وبالتالي نوفر الحماية الضرورية للمدنيين في سوريا. أشكرك إيهاب وهبي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أشكر انضمامك إلينا. إلى بيريز مجددا دكتور هيثم، يعني بحسب أيضا الأمين العام للجامعة العربية التنسيق بين الحكومة والبعثة سيكون عبر لجنة وطنية، هل في ذلك ضمانة للطرفين وماذا عن التفاصيل طالما ذكرناها يعني وطرحناها على الدكتور بسام؟ تفضل. أولا كمعارضة ديمقراطية وكنشطاء حقوق إنسان سوريين ليس لدينا أي خوف من دخول بعثة عربية، على العكس من ذلك على الرحب والسعة. أيضا لا يزعجنا أن يكون هناك لجنة وطنية إضافة إلى النشطاء السوريين والمراقبين السوريين، بالعكس من ذلك ليكن هناك أكثر من طرف. نحن لا نريد استئصال أو استبعاد أحد عن قضية المراقبة وقضية المتابعة، لأن وجود الجميع شرط أساسي لتوقف العنف. إذا غاب أحد الأطراف سيكون من الصعب أن يكون السيطرة على جماعته. لكن في شيء أساسي أنا بحب أنبه له، وإذا كان في فعلا نية لنقل من أجل الهدوء السلمي، من أجل حماية السلمية في الحياة اليومية، ما بدي سمي حماية سلمية الثورة، بدي أقول بكل تواضع حماية السلمية في الحياة اليومية للإنسان السوري. نعم. من أجل ذلك أنا بقول أول ضمان وأهم ضمان وأهم عامل يمكن أن يكون فاعلا في ذلك هو الإفراج عن 30,000 معتقل، لأن هؤلاء هم أهم الكوادر أكثرها حكمة. إحنا بس نقول محمد القداح، إحنا عم نحكي عن مناضل قادر على أن يتكلم مع الشباب ويستمع ويثق به الشباب. عندما نعتقله نحن نترك الشباب بدون موجه، نترك الشباب بدون صوت. طيب، على من هذه المهمة أتاسي. تقع دكتور عندما هيثم. نعتقل على من تقع هذه المهمة؟ تقع على السلطة السياسية اللي من واجبها الإفراج عن كل المعتقلين فورا. جيد، هذا عنصر أساسي لعودة الأمن والحياة والاطمئنان على كل حال. يعني هذه المسألة لأن أيضاً هؤلاء هم الذين يؤثرون في الرأي العام، سنطرح هذه وهم النقطة، الذين يؤثرون في الشباب، سنطرح هذه النقطة الذين أيضا على ضيفنا منذ اليوم الأول. وصلت فكرة دكتور هيثم، سأعود إليك وإلى ضيفنا في دمشق بعد التوقف عند فاصل قصير. وتوقيع البروتوكول، أذكر بضيفي الحلقة من دمشق الدكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق، من باريس الدكتور هيثم مناع عضو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، على أن ينضم إلينا من القاهرة أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون العربية في الأهرام العربي. عودة إلى دمشق الآن للدكتور بسام أبو عبد الله. دكتور بسام، يعني طبعا قبل الفاصل الدكتور هيثم تحدث بشكل واضح عن مقدمات، لنقول عن بداية حتى يعني تبدأ الترجمة العملية لمفاعيل العمل البعثة العربية، تبدأ بموضوع المعتقلين. مسألة المعتقلين، يعني هل هذه المسألة تقع على عاتق البعثة أم هي على عاتق القيادة السورية حتى تنظر فيها وبالتالي تكون قدمت دفعة على الحساب كما يقال لإثبات حسن النوايا طبعا من وجهة نظر المعارضة، وبالتالي تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مراحل سابقة، والآن نحن أمام مرحلة جديدة؟ تفضل.
أولا موضوع المعتقلين السياسيين طبعا بالتأكيد أنا كسوري لابد من إطلاق سراح المعتقلين الذين لم تطورت أيديهم بالدماء السوريين أو الذين لم يقوم بأعمال جنائية أو عدائية أو بأعمال قتل. أما من تورطت أو تلوثت يديه بالدماء فهذا يجب أن يحال إلى القضاء ليحاكم محاكمة عادلة. شاهدنا نماذج كثيرة يندى لها جبين الإنسانية من نوع الجرائم التي نفذت. أما تلك أما الذين يتحدث عنهم الأستاذ هيثم مناع موضوع إطلاق المعتقلين فهذا أمر يجب أن يتم، ولكن أيضا بشرط، لأنه سبق أن نفذت 3 قوانين عفو. هذه القوانين عفو أعطت نتائج عكسية. أولا يجب أن يدرك كل سوري سواء كان في المعارضة أو في أي طرف آخر أن سوريا فعلا انتقلت إلى مرحلة جديدة، وأنه ليس فقط هذا الطرف يريد تغيير ديمقراطي ويريد حريات وأنا لا أريد. كلنا نريد نعم نمط مدني ودولة مدنية عصرية، وهذا الأمر نحن ننتقد من داخل دمشق السلطات السورية في الكثير من الأشياء التي نراها سلبية، ولكن يجب أن يدرك الجميع أن المشروع الأساسي، مثلا لو سألتني الآن، أنا لم أسمع شعارا في سوريا يرغبني بما يسمونه الثورة السورية. أنا لم أسمع إلا شعارات طائفية وإسقاط وسباب لروح الرئيس الراحل حافظ الأسد وشعارات طائفية، ولم أرى حتى في المناطق التي نشير إليها إلا كلمات بذيئة، ولم أرى شيء يجعلني أنجذب إلى هذه الرؤية التي يتحدثون عنها. ولذلك علينا أن نكون واقعيين، كل من أساء عليه أن يحاسب من أي طرف كان، ولكن أنا لست مع أطلاق صراحة أي شخص طورت يديه بالدماء أو قتل الناس من أي طرف كان. لكن طبعا هو طرح رقما، يعني رقما كبيرا عندما يتحدث عن 30,000، يعني ليس لدي معلومات الأرقام يا أستاذ فؤاد، يعني يوميا 50 قتيل، عدد القتلى وعدد المعتقلين أرقام لا أحد يدريها. يعني نستطيع أن نتحدث عن أرقام في كل يوم، كل منظمة تطلق لنا أرقام. في كل أحوال أنا أقول أن الحل يجب أن يكون وطني، والحوار هو في النهاية الأستاذ هيثم أو أي معارض وطني عليه أن يأتي إلى سوريا أن يؤسسوا أحزاب سياسية وأن نبدأ بالعمل معا ضمن إطار حوار وطني، لأن الحل في سوريا لا أحد يتحدث عن حل عنف، ولكن العنف أيضا مورس من قوى يجب أن نضع إشارات استفهام عليها. ما دور قطر تمويل السلاح؟ تركيا بدأت تنكشف الأدوار كثيرا يا أستاذ هيثم، وعلينا أن ندين هذه الأدوار ونتوقف عن الإشارة إلى ثورة هي غير موجودة على الأرض. طيب، على كل حال قلنا أنه ما يتعلق بالحوار، ما يتعلق بالتلاقي، وطبعا هذه مسائل أيضا متقدمة لكن ربما ستأتي في المرحلة اللاحقة بعد الانتهاء من المسح الميداني، لأنه حتى الآن حسب ما فهم من بروتوكول البعثة المراقبين يتعلق بكيفية حماية المدنيين. على الأقل أنا أخذ أو أقتبس مما قاله الأمين العام للجامعة العربية. اسمح لي يعني أعود إلى دكتور هيثم وموضوع المعارضة والتي تحدث أيضا عنها الأمين العام للجامعة. دكتور هيثم يقول المعارضة وعدت بموافاتنا خلال أيام ببعض الأفكار، وأنه سيكون هناك مؤتمر أو اجتماع لأطياف المعارضة يعقد في القاهرة وربما في الجامعة العربية. عن ماذا نتحدث هنا؟ عن أي أفكار تريدون أن تودعونها الأمانة العامة للجامعة العربية وطبعا ستلتقون به؟ هل تتعلق فقط بموضوع البعثة، تفصيلات تتعلق بهذا يعني المنحة، أم ربما أكبر من ذلك؟ تفضل. بحب أوقف لحظة واحدة وأسأل سؤال ضمير إلى الدكتور بسام. تفضل. بحب أقول له هل تعتقد بأن نجاتي طيارة متهم بجريمة قتل أو بأي جريمة تستوجب بقائه في السجن منذ أشهر؟ وهل تعتقد أن بقائه في السجن مفيد لتهدئة الأوضاع الأمنية في حمص أم العكس تماما؟ وهذه حال أكثر من 3,000 كادر من الدرجة الأولى، إما وجيه اجتماعي أو كادر سياسي، 5 من قيادة هيئة التنسيق الوطنية في السجن. لكن هل ما يحدث؟ طبعا سؤالي دكتور هيثم، التنظيمات الأخرى يوجد قيادين في السجن بدون محاكمة، بدون ملاحقة، وأحيانا بدون مشاركة حتى في المظاهرات. دكتور هيثم، أنا أطرح سؤال من عندي، اسمح لي سؤال قبل أن أتحول إلى دمشق طالما توجهت إلى الدكتور بسام.
هل يعني باعتقادك وأنت المتابع وأنت المعني بشكل مباشر بما يحصل من موقعك المعارض، هل كل هذا الذي يحصل في هذه المحافظات التي لا تزال حتى الآن تشهد هذه الخضة الواسعة، هذه المواجهة الواسعة، هي بسبب، طبعا سؤال من عندي يعني، هي بسبب المعتقلين أيا تكن مواقعهم ومرتباتهم على أهمية يعني موقعهم وأهمية فكرهم وضرورة أن يكون هناك موقف تجاه إطلاق سراحهم، لكن هل بسببهم كل هذا الذي يحصل؟ تفضل أخي العزيز. بترجع للأرشيف في حلقة كنت أنا وياك مع أيضا أصدقاء من داخل البلد، وقلت بالحرف الواحد أن اعتقال الكوادر الأساسية لانتفاضة الكرامة إذا بتتذكر هي سبب أساسي نحو انفلات العنف في عدة مناطق، لأن الشباب كان لديهم الأخ الأكبر أو الأب أو الموجه الذي يقول لهم هذا يجوز وهذا لا يجوز، كانوا ما نسميه بالعامية الكبارية اللي بالفعل حفظوا السلمية واستطاعوا أن يعطوا صورة ممتازة عن هذه الثورة، وصورة نقية عنها. هؤلاء عندما تم اجتثاثهم بالاغتيال أو بالاعتقال، وصلنا إلى ما وصلنا إليه من شباب بدون خبرة يدخلون في العمل السياسي لأول مرة، في الشأن العام لأول مرة، في التظاهر لأول مرة في حياتهم، مع كل ما يحمل ذلك من مخاطر. الإنسان اليمني يا سيدي يحمل السلاح، يوجد 60 مليون قطعة سلاح في اليمن، ولكن يميز اليمني بين حيازة السلاح واستعمال السلاح. نحن بسبب القمع المستمر، الضرب المستمر، نحن الآن بحاجة إلى أن نذكر دائما كل مواطن بأن هناك فارق بين حمل السلاح عندما يكون العرض مهدد، عندما يكون حق الحياة مهدد، الحرية مهددة، المال العام مهدد، المال الخاص مهدد. في وضع كهذا بالتأكيد الناس تفكر بحماية نفسها والدفاع يعني عن الذات. الآن كأنك تقدم مبرر للسلاح دكتور هيثم. مع ذلك عفوا أنا لا أبرر يا أخي، أنا لا أبرر. أنا على العكس من ذلك. أنا أخشى على سوريا من حرب أهلية، ولا أظن بأن الحرب الأهلية مجرد إشاعات أو تصورات لبعض الخبراء. نحن الحرب الأهلية بعد سنتين بيقولوا بدأت في لحظة انفجار هنا أو هناك. طيب. لكن الحرب الأهلية عندما تبدأ لا نعرف كيف تبدأ، ولكن الأصعب لا نعرف كيف نضع حد لها. جيد. ولا أريد لسوريا أن تعيش حرب أهلية. نعم دكتور هيثم أكتفي بهذه الإجابة. طبعا السؤال متعلق بموضوع المعارضة وماذا ستحملونه بالنسبة للجامعة العربية. قبل ندخل في هذه النقطة أنا بس لحظة فضل أنا حاب أقول كلمة. أرجو أن لا تستعمل بكل أدب أقول لك إياها كلمة النبيع. نحن نحترم الأمين العام للجامعة العربية، ونحترم الفريق الذي نحاوره في الجامعة العربية، ونعتبر أن لديه من الجدية والإخلاص للقضية السورية ما لديه من الإخلاص للقضية المصرية والجزائرية واللبنانية باختلاف الانتماء القطري لمن نحاوره. نحن نتحاور بشكل بناء باستمرار، وهذا هو حالنا منذ اليوم الأول، ونحن متهمين بأن جماعة الجامعة العربية، ولا يخجلنا ذلك، على العكس من ذلك نحن نعتبر أن الجامعة العربية تعيش حالة انتقال من السبات الذي كان إلى نشاطية توافق الربيع العربي، وهذا ضروري لها، ومهمة كل الديمقراطيين أن يتعاونوا من أجل أن تكون في اتجاه حقوق الإنسان والدفاع عن الشعوب في المنطقة العربية. معني لم أعرف الملاحظة التي وجهتها لنا. على كل حال اسمح لي يعني أتحول إلى القاهرة. انضم إلينا أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون العربية في الأهرام العربي. سيد أسامة نحييك أولا في هذه الحلقة، ثانيا أهلا وسهلا بك. نتحدث عن البروتوكول الذي وقعت سوريا عليه، وبالتالي نتحدث عن النتائج ولو بشكل مسبق. الآن كيف قرأت هذه الخطوة وأنت الذي زرت سوريا في وقت سابق، وزرت يعني حتى المواقع الأكثر توترا فيها وأكثر مواجهة ميدانية؟ هل تعتقد البعثة العربية التي ستكلف بمراقبة ما يحصل على الأرض ستنجح في مهمتها، أم ربما تصطدم ببعض العقبات المتعلقة بالتفصيل؟ تفضل.
يعني دعني مبدئيا أن ألقي ملاحظة. هناك من يعتبر أن هذا البروتوكول هو غاية في حد ذاته وانتصار، وهناك آخرون يرون أنه وسيلة. وفي الحقيقة أن البعثة المفترض توجهها إلى سوريا لن تجد أكثر مما وجدته ووجده الوفد الإعلامي المصري ووجده غيرنا من الوفود الإعلامية التي ذهبت إلى الأراضي السورية من درعة على بعد 3 كيلومترات من الحدود الأردنية، وحتى حلب وإدلب على بعد أيضا كيلومتر من الحدود التركية. نعم. بالواقع رأينا في الشارع كل شيء على الطبيعة. أنا لا أتصور أنهم سيجدوا شيئا لم نجده. الحياة تمضي بشكل طبيعي في المدن الكبرى اللي هي دمشق وحلب، وإذا كانت هناك انتقادات أو اعتراضات أو حتى لافتات فهذا أمر مسموح به، ولكن تحدث المظاهرات وتحدث أعمال العنف الذي طال الجميع حقيقة في منطقة حمص وحما وفي الأطراف أيضا وليست في داخل كل المدن، فهناك أيضا ساحات يتم عمل مسيرات بها مؤيدة، وهناك أيضا صحيح. ساحات يتم عمل بها مسيرات معارضة. إذن الحقيقة توجب علينا أن نقول أن وجود مراقبين على الأرض هو عمل جيد، ما فيش فيه أي مشاكل، لأنه النظام السوري لا أتصور أن لديه ما يخفيه، وأيضا المعارضة السورية الوطنية إذا كانت تريد أن تقول ما تريد اتفضل، إحنا العايز يقول بيقول، ما الأصوات موجودة في الصحافة السورية وموجودة في المنتديات، وأنا وجدت في الشارع من يتحدث بوضوح في الحقيقة. طيب. أريد فقط أن أرد على الدكتور هيثم مناع في قضية في غاية الخطورة. دكتور هيثم، أنت تتحدث عن حقوق سياسية، تتحدث عن حريات، القضية الرئيسية دكتور هيثم هي في الظلم الاجتماعي، هي في الفساد، هي في الرشوة، هي في العاطلين، هي في من يريد سكنا. القضايا الرئيسية التي تهم الجمهور السوري في الحقيقة هي قضايا تهم العدل الاجتماعي، وليست هي قضية الديمقراطية الليبرالية. فأرجو أن يكون الإدراك واضحا أن الشارع السوري بأجمله مبيّس باتجاه العدل الاجتماعي. دكتور مناع لم يقصر على كل حال في الإحاطة بهذه المسائل على أهميتها التي ذكرت، لكن هو يركز على مسألة أساسية باعتبار الحريات تتقدم على كل شيء. اسمح لي أتحول إلى دمشق وإلى الدكتور بسام أبو عبد الله. دكتور بسام، قبل أن أدخل في ملاحظات الدكتور هيثم التي أشار إليها طبعا يعني متعددة بموضوع البروتوكول وما قاله الوزير المعلم من أن اللجنة يعني نريد من هذه البعثة أن تأتي ونريد معها الإعلام أن يدخل حتى يتم التأكد على أرض الواقع من وجود إرهابيين يمارسون القتل. يعني مسألة الإرهابيين ومسألة المسلحين التي تذكرها دائما القيادة في سوريا ويذكرها إعلامها ويذكرها كل من يعني يؤيد هذا التوجه، حتى الآن يبدو فيها بعض الغموض، بعض الالتباس بالنسبة لي يعني مواقع المعارضة، ومن بينهم بصراحة الدكتور هيثم يعني عندما يتحدث يشير إلى موضوع المبرر. طبعا هو لم يقل أنا أبرر موضوع السلاح لكن بشكله المحدود، لكن ليست هناك من إشارة إلى موضوع الإرهابيين. هل تعتقد هذه المسألة ستصدم مجموعة البعثة، أفراد البعثة التي ستزور هذه المواقع الحارة؟ تفضل. طبعا أولا موضوع الجماعات المسلحة البعض ما يزال ينكره، ولكن هناك الكثير من الأدلة على ذلك. نحن نتحدث عن أكثر من 1,100 شهيد من قوى الأمن والجيش و5,000 جريح يمكن للدكتور هيثم أن يزورهم في المشافي العسكرية، ومن قطعت أيديها هل قتل هؤلاء أو استشهد هؤلاء برصاص من؟ أليس جماعات مسلحة وأرهابية؟ التمويل الذي يتم الحديث عنه، الكذب الإعلامي والتضليل الإعلامي الذي تستخدمه الكثير من والتي أصبحت فضيحة كبرى، ما تتحدث عنه الدول الأمريكي المشبوه، الدول القطري المشبوه، الحقيقة أننا يجب ألا نغمض أيضا أعيننا عما يجري على أرض الواقع. نحن نعيش على الأرض يا دكتور هيثم. أنا بالمطلق ضد أي اعتقال سياسي، أنا أتفق معك بالضبط، ولكن حتى السيد نجاتي طيارة عندما كنت أستمع معه وكنت معه في أكثر من مكان لا يتحدث في السياسة يا أخي، يتحدثون كلاما خارج إطار التاريخ والجغرافيا وكلاما تحريضيا لا علاقة له. أولا المعارضة يا دكتور هيثم يجب أيضا أن تكون بالتأكيد هي وطنية ولا نشكك بوطنية أحد، ولكن يجب أيضا أن تعمل على الأرض ولا تحرض الناس على قتل بعضهم بعض تحت يافطة قلب النظام السياسي في سوريا. لن يستطيع أحد قلب هذا النظام أقول لك، ولكن علينا جميعا أن نتعاون لأن نغير البنية النظام السياسي باتجاه نظام سياسي نريده جميعا، ليس فقط السيد طيارة أو الدكتور هيثم أو الدكتور بسام، كل السوريين نعم يريدون هذا التغيير، ولكن علينا أن
أدرك إلى في أي طريق نسير. أنا أدرك أن هناك كثير من المعتقلين لابد من فتح ملف المعتقلين السياسيين، ولكن أيضا يجب أن نعترف بوجود جماعات مسلحة قتلت الآلاف من الناس وتقطع الطرق في كل يوم. هناك مجموعات مهربين ومجرمين وقتلة وتجار مخدرات ولا أدري وسلفين أو تكفيرين، وهؤلاء موجودون على الأرض يا سيدي، لا يستطيع أحد أن ينكرهم. ونحن نتحدث عن تورط تركي في هذا الموضوع، هناك 42 ضابط تركي يا دكتور هيثم، من أين أتى هؤلاء؟ هل سقطوا من السماء؟ هناك تورط جهات لبنانية. كل ذلك أصبح مفضوح وواضح، ولذلك أرجو أن ننظر إلى الأمر بموضوعية أكثر من أن نتحدث عنه. الكل يعرف أن لدى السلطات السورية سواء على المستوى الأمني أو القضائي ملفات ووثائق، يعني كل ما ذكرته الآن يفترض أن يتم تقديمه إلى بعثة المراقبين العرب حتى تتأكد مما هو حاصل، وطبعا عند ذهابها ميدانيا ربما سيتأكد لها أكثر من هي القوى الموجودة على الأرض، من هي هذه المجموعات، من أين أتت إلى آخره. طبعا هذا يدخلنا بالتفصيل، لكن أعود إلى الدكتور هيثم قبل العودة إلى القاهرة. دكتور هيثم، بمسألة يعني حتى نتجاوز الآن الجدل حول مسألة المعتقلين والحريات على أهميتها، بموضوع الجامعة العربية وما الذي ستقدمونه لها من أفكار تتعلق بالبعثة، تنتظركم الجامعة العربية، هل سيكون هناك موقف موحد عندما يتحدث عن أطياف المعارضة؟ يعني الداخل والخارج ستلتقون في القاهرة تحت سقف الجامعة العربية وسيكون لكم أفكار، ما الأفكار التي تريدون أن تقدمونها؟ تفضل. بحب أوقف نقطة واحدة عند التسليح وعند العنف المجتمعي، لأنه هذه نقطة لا يمكن أن يقبل أي إنسان مسؤول وأي مدافع عن حقوق الإنسان أن تنجر بلده إلى حرب أهلية، أو أن ننجر إلى عنف غير قابل للضبط. وعندما نقول غير قابل للضبط، سواء كان بالعناصر الداخلية أو بالعناصر الداخلية والخارجة مجتمعة، وبالتالي هي نقطة بالنسبة لنا مثل قضية الناتو، خط أحمر، هي نقطة خط أحمر. لا يمكن أن نقبل ذلك يا أخي، ما معقول أنت وأنت تعرف أن التسليح، وتقول أنا قلت عدة مرات تسليح الثورة يعني قتلها، نعم، لأنه الأقوى والأفضل في قضية التسليح ليس السيد الأسعد أو غيره، هذه يعني مثل اللي عم يضحكوا على حالهم، في ناس بيحبوا يعزوا حالهم، بس مثل ما قال يعني مسؤول عربي كبير، قال أنا أستغرب من عتاتي بعض السنة السوريين أن يكونوا أكثر كربلائية من الشيعة. ففي عندنا مشكلة بالتأكيد، البعض يظن بأنه بهاي السلاح الكمفتيشة بده يقلب نظام، أظن بأنه في غباء كبير وفي توريط كبير للعديد من الأرواح التي نخسرها في كل يوم. طيب. من هنا لست ممن يعتقد بأن التسليح يمكن أن يكون له أي ميزة أو إيجابية على التحول الديمقراطي في سوريا، على العكس من ذلك هو عقبة في وجه التحول الديمقراطي. جيد، تجاوزنا النقطة الثانية. لا يمكن لثورة في سوريا أن تذهب بعيد دون الأخذ بعين الاعتبار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحطمت خلال 40 عاما وضربت في الأساس ضمن منظومة الفساد السائدة. نعم. النقطة الثالثة اللي بحب أقولها، نحن عندما نرهن على الجامعة العربية، نحن بقينا 35 يوم وبقينا وغاب الطرف الآخر المحاور أكثر من مرة، ومع ذلك لم نتحرك حرصا على وحدة المعارضة السورية. نعم. وحرصا على أن نتقدم بورقة عمل مشتركة. نعم. ولم أغادر القاهرة إلا بعد أن ذهبنا وفدا مشتركا من المجلس الوطني السوري وهيئة التنسيق الوطنية، والتقينا بالدكتور نبيل العربي ومساعديه. وكانت بالنسبة لنا إنجاز كبير أن نتفق على ورقة عمل وخط الطريق من هنا لـ30 يوما. نعم. أول معالمها بدأ يدهمنا، الوقت بدأ يدهمنا، لدي حوالي 5 دقائق أريد أن أوزعها، لكن بمسألة الوفد المشترك، هل سيكون هناك وفد موحد بين معارضة الداخل، يعني اتفق على التسمية كذلك، وبين معارضة الخارج في الجامعة العربية، أم هذه المسألة لم تحسم بعد؟ هذا الكلام قاله الأمين العام للجامعة.
نحن اتفقنا على نقاط أساسية وسنتقدم بوثيقة مشتركة قبل 31/12. طيب أكتفي بهذه الإشارة، أتحول إلى القاهرة وإلى أسامة الدليل. سيد أسامة، يعني عودة فقط إلى ما قاله الرئيس الأسد أمام الوفد العراقي، لم نشير إلى هذه النقطة، طبعا دور العراق دور روسيا في موضوع البروتوكول كان واضحا، وهذه الإشارات قال الأمين العام للجامعة العربية، لكن الرئيس الأسد عندما يقول أمام الوفد العراقي بأن دمشق يعني كانت دائما تتعامل بإيجابية مع جميع المقترحات لأن من مصلحتها أن يعرف العالم حقيقة ما يجري في ظل تشويه وقلب الحقائق، هل هذا أيضا أنتم ما أردتم أن تؤكدون عليه بعد زيارتكم سوريا؟ تفضل. الحقيقة أن ما أردنا أن نؤكد عليه أن سوريا بخير وأن المعادلة الاستراتيجية فيها خلل وأن سوريا تتعرض لحرب إعلامية تسمى في العلوم العسكرية حرب معلومات وقد مورست عليها عمليات نفسية متعددة من خلال الإعلام والواقع أن سوريا في إطار المنظومة الأوسع في منطقة الشرق الأوسط التي باتت تعاني فراغا استراتيجيا فادحا الآن أصبحت مستهدفة بحرب المعلومات. هذه ما يغضبني حقيقة، أنني ذهبت إلى سوريا بإدراك ما ونزلت إلى الأرض لأجد إدراكا مغايرا تماما على صفة الإطلاق، بل أنني وجدت هناك كل ما يمكن أن يكون أهدأ من شوارع القاهرة التي أتحدث إليك منها. طيب أستاذ أسامة، سؤال آخر يعني حتى نغتنم أيضا فرصة وجودك المحدود، هل التوقيع هل التوقيع على البروتوكول يعزز برأيك موقع سوريا أولا الآن يعني من حيث تمثيلها الأساس لما قد سيحدث لاحقا، ثم هل يعزز موقع حلفائها ويضمن عدم الدخول في مسألة أخذ القضية إلى المحفل الدولي إلى مجلس الأمن إلى آخره، هل تعتقد ما أقدمت عليه يعزز موقعها بهذا المعنى؟ أنا لا أتصور أن هذه المسألة هي تحدي، بالعكس هي فرصة لكل أطياف المجتمع السوري، الدولة السورية، الحكومة السورية، هناك فرصة للجميع من أجل أن تكون هناك مكاشفة وأن تكون هناك وقائع واضحة وعلنية نتحدث على أساسها. المعارضة تتحدث براحتها سواء في الداخل أو في الخارج لأن القضية الفيصل هي وطنية ولا مش وطنية، لكن يظل عندي موضوع مهم جدا، إذا كان من الممكن للدولة السورية أن توقف العنف من طرفها، من يملك أن يقول للمجتمع المسلحين توقفوا؟ أين هذا الطرف؟ الطرف ده فين بالضبط علشان تبقى المعادلة متوازنة ويبقى الكلام بقى كده متوازن ويحصل فيه نوع من أنواع الالتزام. طيب ربما الدكتور مناع يملك جوابا إذا كان لديه جواب حول هذه النقطة قبل أن نتحول إلى إلى دمشق. تفضل طيب إذا أنا أظن بأن ذلك ممكنا. نعم تقول ذلك ممكنا إذا ما صدقت النوايا، نستطيع أن نمون على المسلحين ونوقف بالتأكيد. طيب أتحول بالتأكيد. إلى دمشق ثلاث أطراف، الحراك الشعبي والأقطاب الأساسية في المعارضة صوتها مسموع عند من يفكر بحل عنفي. جيد دكتور بسام، أريد أن أنهي معك. الوفد العراقي بحسب ما تسرب طلب من الرئيس الأسد بعد لقائه، طلب القيادة التهيئة لتقديم تنازلات من قبلها وصولا إلى حكومة تضم في صفوفها معارضة، مواقع معارضة، ربما الدكتور هيثم يكون من ضمن هذه القوى التي ستشارك في الحكومة، طبعا هذا أيضا من استنتاجنا. ثم موضوع العراق، دور العراق ودور روسيا، هل تعتقد يعني كان له تأثير كبير على الموقف الذي اتخذته القيادة في سوريا؟ تفضل. أنا بالتأكيد لسوريا حلفاء ولسوريا لها أصدقاء وهناك نوايا طيبة لدى العديد من الدول العربية، النوايا السيئة كشفت لدى بعض الدول العربية ومنها قطر التي تعمل كرأس حربة كما قلت، ولكن بالمطلق أنا مع حكومة وحدة وطنية، مع أي حكومة تضم المعارضة الوطنية الشريفة، لأن الانتقال من مرحلة إلى مرحلة نعم يحتاج إلى مشاركة الجميع. أنا كرأي شخصي طبعا لا ليس لدي معلومات عن هذا الموضوع، ولكن أنا كمواطن سوري أرحب بوجود أطراف معارضة لأنه في النهاية لابد من أن نجلس على حول طاولة الحوار. والهدف النهائي هو الانتقال السلمي إلى مرحلة تكون فيها سوريا أفضل وأقوى وأكثر مناعة وأن تحافظ على دورها في المنطقة كدولة مقاومة. نتمنى ذلك طبعا، نتمنى ذلك بالطبع. دكتور بسام أبو عبد الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة دمشق، أشكر انضمامك إلينا في هذه الحلقة، كما نشكر الدكتور هيثم مناع عضو هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي كان معنا من باريس، أسامة الدليل رئيس قسم الشؤون العربية في الإهرام العربي من القاهرة، وإيهاب وهبي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. الشكر لكم مشاهدينا والسلام.